لأن هدفنا دائما أن نحافظ على حقوق مشتركينا وأن نعمل على استدامة مواردنا المالية، أطلقنا في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الأربعة الماضية حملة تفتيش استهدفت المشتركين الذين حصلوا على تقاعد مبكر وعادوا لوظيفتهم دون إبلاغنا بعودتهم وفقا لأحكام القانون. أسفرت هذه الحملة عن إيقاف 162 راتب تقاعد مبكر، وسيتم تحصيل الرواتب التقاعدية المصروفة بدون وجه حق والاشتراكات المترتبة عليهم وفوائدها وغراماتها والتي ستصل قيمتها أكثر من 7 ملايين دينار ونصف، سيتم استخدامها في تعزيز الملاءة المالية للمؤسسة وتحسين خدماتها. كان من بين الرواتب الموقوفة 4 رواتب قيمتها تزيد عن 5000 دينار، 68 راتب تتراوح قيمتها بين 1000 و5000 دينار، و90 راتب أقل من 1000 دينار. سيتم شمول المشتركين الموقوف رواتبهم بالضمان الاجتماعي كعاملين وبأثر رجعي من تاريخ عودتهم لعملهم حفاظا على حقوقهم.